السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. كشفت مصادر صحفية بأن اللاعب زياد عبادة الذي ينشط حاليا في الدوري الإيرلندي قد قرر اللعب لصالح الجزائر بعدما سبق له أن مثل المنتخب الإيرلندي لأقل من 17 سنة، حيث أن زياد عبادة من مواليد 27 جون في 2004 وعمره حاليا 17 سنة فقط، وهو من أب جزائري وبالتحديد من مدينة وادي زهور غرب ولاية سكيدا الساحلية. أما والدته فهي إيرلندية وينشط حاليا في صفوف نادي شامروك روفرز الإيرلندي، ومصيبه داخل الملعب متوسط ميدان دفاعي، ومعروف عليه بأنه متفوق في استرجاع الكرات والالتحامات مع باقي المدافعين. كما يمتلك زياد عبادة قوة بدنية كبيرة رغم صغر سنه، ولقد قدم زياد عبادة أداء جيدا مع منتخب إيرلندا، وقد صرح مدرب المنتخب بأنه ما زال يعول عليه في قادم المباريات مع فئة الأصغر، إلا أن الجدير بالاهتمام بأن هذا اللاعب قد صرح مؤخرا بأنه يعمل جاهدا لتحقيق حلمه واللعب دوليا، وهذا سواء مع منتخب إيرلندا أو الجزائر بحكم أن لديه القدرة على تمثيل المنتخبين، وهذا لأنه لا يريد البقاء مع فئة الأصغر لفترة طويلة، كما تجدر الإشارة بأن زياد عبادة يعد أفضل المواهب التي هي من أصول جزائرية في إيرلندا، لهذا يجب تحرك خلية الفاف الوطنية بسرعة للظفر بخدماته. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.